في وضح النهار طاردوه ثم أطلقوا عليه النار فقتلوه. الدكتور خالد زهير يلقى حتفه على يد 3 مسلحين مجهولين في شارع المغرب ببغداد، والأسباب ما تزال مجهولة لغاية الآن كما يقول شقيقه. حادث إجرامي، يعني طلق نار ينصاب بمنطقة حي المغرب قرب منطقة عمله، يعني يقرب الجامع أو يمكن مسرح الطليعة. الشرطة هسه حاليا والأخوان في وزارة الداخلية جارين البحث عن الموضوع، إن شاء الله ماكو أي سبب، ما معروف أي سبب لحد اللحظة هذه، ما عنده لا أعداء ولا كل شيء، هو رجل إنه في عمله دائما. أين الأمان للكوادر الطبية؟ تتساءل عائلة المغدور وزملائه، يطالبون بإنزال أقصى العقوبات بحق من قتله وتوفير الحماية للكوادر الطبية قبل عودة هجرتهم كرة ثانية خوفا على حياتهم. احنا نطالب من وزارة الداخلية التحقيق الفوري، لأن هؤلاء المجرمين يستهدفون الكفاءات، والدكتور الشهيد خالد من الكفاءات. نطالب الجهات المعنية انه بأخذ القصاص بحق القتلة، ان هذا الرجل هو طبيب ومساهم في خدمة المواطن. وبعد ساعات قليلة على الحادثة تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين بقتل الدكتور، فيما شرع فريق عمل أمني بعملية بحث واسعة لإلقاء القبض على باقي الجنات في الحادثة التي هزت أرجاء العاصمة. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.